الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سمت قدومي اللي هو أنا شرفت له نيو البابا هدو انتو هدو اسكبحو وحاوي صاحبك كاتب قرينك ما انت رامين اقو شيكلا درات يشالي بارلمان كينا هرتا الله واحد مودا ايو اكته شيكا أبوانين الصومالي لا عريين أو ليرة هذا كلامان نوحوك الله يا إيتوبي ملسناوي نوحوك الله يا هذا مذو قدوميه إنه والله كده قبل كبنادر حقوق وكله الدفاع لي هو أركيزين مركا كلامان كان أنت أسوأ مركا وقد بيسين الزقال أي كسوق قبل قبل يعني قلوا كلامان marka ilaahay waxaan ka baryayaa in muxuu ahaay dagaal asna og soo gabagaboobin oo anagoo isfahansan oo aan kala maanayeen oo doorashada maxay ahay inoo soo dhamaato dood intaa kadib gudoomiye qodobka 63 farqooyinkiisa waliba xarafka a wuxuu tilmaamayaa in awoodii shacabka ay noo igmadeen إن الأقدون ست سوريا ست سوريا ونقول داري أياد مودعين أن كور وريجن إنه أما عندك كلو قطرين تستوركا وحلو حين ساري لو بقول سدح بقول يلا واتني سجال كحلوان كنت نيافر أغلق سراء إلاو بقول تضاعتن يشن أو بلا شعبك إلا يواجب كودك قتان دياريان مركي دياريان أي شعبك الصوماليات أركتدي يوم أرور سن أي لهان شعبه وأنك إنت أنا إلا لاف ويسي وعضي أفتوها الله قال وحا أن كد مرمرين أو إلا بارلمان كي سقالات كي سديدا محايد كي طبانات كي كوي طبانات هذا أنجوم أن كمرمرين وإنتا وحا عجيبة لما اللي رأى ساملي لبح أما هنغلان رئيس جاريا الهور أما هنغلان مدحويني الهور أما هنغلان مشرحين أو دا حلقي أو محوها دورشوين كي سوشرح هنغلان وفرقاهنا لها يستوحي لنا ولا إقمضي ما فهن سنو إن وحان لو إقمضي بارلمانك الصومالي هذا يفهن سنان لها يين كما هذا الشيء هذا الحليوان تهين بارلمانك ما ذو كقال وقيب تالا هذي أن بارلمان هي أنك صاحبك أتهين وكوغلو فرين وصوفر وده سلا يقول مثل صاحبه لكن وحكا قبلنا او الهي وانتي الى تراضو يا الله تابن يا اللي يلين يا اللي ايجن الى تراضو قلب ايكو تهي وحان حسوس تيد مروى الباء سو هيجنا يا افرتن كل واد مدحوين يا لو سشرحي او كول بو غدبي او لاي هاي مركي ان كوكولي سو حان وحكا بدلايا تسوه شعبك الصومالي البره بالشدة وكسوع العليان واليابي وكسوع العليان شيرين كلا لصارة يكال عرق تاسو حي عدين وطاي إن شعبك اليابي تذكى وصاحبه برلمان هذان إهل كأمس هذا البرلمان تاي هل كان يمو سيد حلو النظر كدود أي كدود أرمها أي ساملين هذا أي أنت بضن ولين أي نوع شركة جرو جرو وماشي لغو تستور كان لغو سوس مي هذا أنا مدي دين إن لغو شرو لكن وح أن نجا واجب أو نصار وقوم هذا كران ما هو إن حسن شيخ نباقا ودرينا ولنا أنا هو أمرنا كملين لكن واقو باقينا ما هو أود بارلمانك إن لا نقيس تما أقول إن سيد الله رب الله قاتو ما أقولين أبود البرلمان كا ومبنانا إن جروا الله وهذا وواجب نصارا أنا جا أيار رمنا إن كشقينه
dad wax la faramanihiin baarlamaan baanahay dad fahansan shaqadoodaanahay hadii la rabo shaqada inay lagu soo shaxaado hadda ayana ay waxay sameysteen golaha ee maxuu ahaay wada tashiga aad sameysteen idin kuma haysan la tashta sida masalan qodobada dastuurka ay tilmaamayaan horta qodobadaas waa qodobada dastuurka wax looga qaban doono qodobka 49aad ilaa iyo 50 iyo 3 waa meesha fidnada baarlamaanka iyo isku diraya madaxdooda intaas buuga 49 50 52 53 xilibaana intaas akhri waxa dhan oo dhibka idinka hadda waxaad moodiin madaxweynihii madaxweynaha ku xigeen la sameeyay iyo muxuu ahaa mabdii hore la haystay laga guuray waxaas diidmiyo ogolaansho alaal leh laakiin qodobada madaxda iska horkeenayo waa 49 ilaa 53 dhibka ugu weyn oo dastuurkan uu leeyahay waa ka kuwaas aan la rabaa inaan shaqo laga qabto waxaan samaysanay guddi baarlamaankan wakiil uga ah ee dastuurka waxaan ka rabnaa inay cutub nagu keenaan saacaddan inaa fiir habraac aan samaynin mar haddaan habraac samaynin cutubka koowaad inay noo keenaan kan labaad kan saddexaad 15 cutub inay cutub noo keenaan inaan sugayni in dood noola furo sheekadii kala maan aanan halkan la nimaadno sax ma wuxuu guddoomiye waxaan qabaa baarlamaankii 10aad meesha aan joognay maanta dib aan ugu noqonay sababta aan u leeyahay waxay tahay guddigii doorashada waa noo dhisnaa maanta guddigii doorashada masalan qodobka 111 ga ayaa ku dhisnaay haddii maanta guddiga uu kala tegay lala rabo weliba guddigii xuduudaha ayaa isaga in laisku diro laba qodoboo dastuurka ka mid a in wax laga bedelo waa haddii aanan ka bedelin weligaan guddi doorasho ma yeelinay mar haddaan guddi doorasho aan yeelinaynin doorashada halka qof iyo halka codaho aan aadayno waa waxba kama jiraan ma annaga uusa qabanayn waa in si degdega dastuurka loo keenaa baarlamaanka qodobada muhiimka ah oo dalkan hortibinta u leh aan ka bedelnaa oo aan muxuu ahay aan dastuur qaadaysan oo dalkan tilaabo un inaan lagu qaadno keenay aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.